السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم الاستاذ مراد ادير في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم من بعد ما يعني عارف راسي تاخرت عليكم هذه الايام، تمنحت لكم بحال هذه الفيديوهات، ما راه الحمد لله مازال خدام يعني في الفيديوهات اللي في القناه ديالي تخصص الاقتصاد. دابا خدام على لا كونطابيليتي جينيرال، وان شاء الله غادي نخدم الماتيغ ديال كونترول جيستيون فيسكاليتي دي زونتربريز. ولكن هذا في مجال، دابا نهضروا في موضوع اخر اللي هو تكملة السلسلة اللي كندوي فيها على مباراة التعليم أو مباراة التعاقد أطر نظامية للأكاديميات الجهوية. الفيديو ديال اليوم هو واحد سؤال جاني بزاف، على أنه يقدر يكون مفهوم واحد لديه مجموعة من التعاريف، يعني تعاريف كثيرة. فعلى سبيل المثال، تعريف مثلا الكفاية أو تعريف القدرة أو تعريف أهداف التعلمية أو أي يعني مفهوم داخل في علوم التربية، فهو عنده بزاف ديال التعاريف، وكل استاذ كيفاش كيعطي التعريف ديالو. لكن انتم لستم مطالبين بطبيعه الحال انكم تحفظوا جميع التعاريف او انكم تقيدوا بتعريف خاص. فاللي خصكم تعرفوه على انه الجوهر والمعنى هو الاهم، فيكفي انك تفهم وما تحفظش، لان الحفظ قد يقدر يخونك في يوم الامتحان. لكن الا فهمت المعنى وانت درتي واحد التعريف لهذاك المفهوم بصيغتك الخاصة، فكن اكيد يوم امتحان راه ما غاديش تنسى هذاك المفهوم. يعني هذه النصيحة الاولى ديالي، على انه حاولوا ما تحفظوش المفاهيم كما هي، او ما يبرزكمش راسكم وتتقيدوا بمفهوم كيف ما محطوط، او تقول واش نحفظ ديال هذا ولا هذا. هذا من جهة. من جهة اخرى، غادي نحاول نبدا واحد سلسلة جديدة ديال الفيديوهات بحال هذا النظير. غادي نحاول في كل 3 دقائق نهضر لكم على مفهوم او نظرية، خصوصا غادي نبدا بنظرية التعلم اللي هي تبنت عليها الاساس ديال العملية التعليمية التعلمية. وكاين مجموعة من النظريات اللي غادي نتطرق لهم ان شاء الله، وما غاديش نهضروا يعني على تعاريف اللي هي عامة، وانما غادي نعطيكم داكشي اللي فهمت منه انايا، وان شاء الله ما يكون غير خير. وما تنساوش دابا هذا راه شهر 7 سالا، الاكثريه فينا غادي يكون خدا هاد شهر 7 بحال راحه، حيتاش كنتو سواء كنتو كتقراو او كنتو خدامين شي حاجه ولا يعني بزاف ديال الحوايج، مازال الوقت باش تبريباريو سواء المباريات التعليم او مباريات الماستر بيتكم لو قريتكم. فحاولوا اليوم لو ان ويت ما تحاولوش تضيعوا هذا الشهر، فهو يعني حاولوا ترجعوا فيه، حاولوا توضعوا تسطروا اهداف وتحطوا واحد لو بلون، باش ان شاء الله ملي يجي شهر 9 ولا شهر 11 ولا يجي الموسم الدراسي الجاي يلقاكم واجدين كلشي هو هذاك. هادشي اللي كاين في الفيديو ديال اليوم. نتمنى لكم التوفيق والنجاح في حياتكم الشخصيه والمهنيه والدراسيه وفي كل شيء. كان معكم الاستاذ مراد ادير. مشاهده ممتعه، الى اللقاء.